Today, we're going to practice some exercises from your student book and your workbook on the grammar rule, the present progressive tense. اليوم راح نحل بعض التمارين من كتابكم الملون وغير الملون على قاعدة the present progressive tense. Now open your student book page 60. افتح كتابك الملون صفحة 60 exercise C. Look and write sentences. انظر واكتب الجمل. طبعا انا راح اكتب الجملة يا خامس بناء على زمن المضارع المستمر the present progressive tense. هو إيش عم بصير قدامنا. فلوك at number one, the boy, وممكن نكتب he is making. إحنا نتذكر إنه make كانت بتنتهي أصلاً بحرف الإي, بس لما أنا بضيف لها الإي إن جي بنحذف حرف الإي, we delete the letter E and we put I N G, بنحط suffix اللي هم الإي إن جي. The boy is making a sandwich. شوف number two, هي هون عم بتمشط شعرها بالفرشاة. طيب كيف بدنا نعمل السنتنس؟ هلا رح نعملها مع بعض. اول اشي بحط she عشانها بنت. she is. طيب she is شو يعني بتمشط شعرها بالفرشاة؟ اللي هي brush. طيب شو بضيف للbrush؟ ing. she is brushing her hair. بتمشط شعرها بالفرشاة. Look at number three. واضح انه هو راكب قطار وبينظر من النافذة, وهذا الحدث موجود امامنا. طيب هو عندي هنا male يعني او man رجل, فبستخدم انا he. طيب بعد الهي شو لازم يجي؟ he is. he is شو يعني ينظر؟ look. طيب look شو بدي اضيف اخرها عشان اعمل progressive ing. he's looking from the window. ينظر من النافذة. Let's move to page 62. ننتقل لصفحة 62. Exercise B. Unscramble and write the sentences. طيب عندي store وعندي she is leaving the. هلا احنا متعودين any sentence اي جملة راح تبدأ بايش؟ بشي. فاذا بحط أنا she. she what? she is. بحط she is, بدي الverb اللي فيه ال ing اللي هو leave. she is leaving the store يعني هي الآن تغادر المتجر أو المحل. number two, are a listening we symphony to. طيب أول إشي بدي أبدأ بالsubject اللي هو الفاعل اللي هو we. طيب بعد الwe شو بدو يجي؟ are. بعدين بدي الverb اللي فيه ال ing اللي هو listening. we are listening to a symphony. number three, playing children hide and seek the are. بلعبوا لعبة الاختباء اللي هي hide and seek. طيب أول إشي نبدأ بالسبجكت الفاعل اللي هم the children الأطفال. the children what? the children are playing. هم عم يلعبوا. hide and seek. look at number four. her teacher the talking to as students. رح نبدأ بالمعلمة إن هي بتحكي مع طلابها. فالمعلمة اللي هي the teacher. طب teacher اللي هو اسم مفرد وهو ضميره راح يكون يا هي يا she, بس ما إنه عندي her يعني هي she. المعلمة is. طب بدي الverb اللي فيه ال ing اللي هي talking. المعلمة تتكلم مع to her students مع طلابها. نشوف number five, Sarah jumping her with rope friends is. يعني هي بتقفز على الحبل مع أصدقائها. طب ممكن حدا يقولي مس بدي أحط friends أول إشي. غلط. طب كيف بدك تعرف عندي is؟ مين اللي بده ياخد is؟ Sarah ولا friends؟ أكيد راح نستخدم Sarah. Sarah is jumping.
rope بتنط الحبل with her friends مع أصدقاء. Let's move now to page 63. Read and complete the sentences using the appropriate to be يعني قصدهم البي اللي هي الإز والآم والآر and add ing to the verbs from the box. طيب نشوف number one. The swimmers are swimming. في ممكن طالب يحكي لي مس swim فيها ام واحدة. ليه هون حطينا ام دبل ام لما انا ضفت الاي ان جي؟ هاي قاعدة لازم نكون عارفينها يا خامس. هلا انا عندي الفعل swim. تمام؟ هو اصلا فيه ام واحدة. قبليه في vowel اللي هو حرف العلة. الفاول حروف العلة هاي عندك اي. طب مس شو هم الفاولز حروف العلة؟ اخدتوهم بصف ثالث وبصف رابع اللي هم الاي والاو واليو والاي والاي. اي او يو اي اي هدول حروف العلة. لما بيجي الحرف الاخير طبعا consonant مش حرف علة هذا وقبله vowel حرف علة وقتها لازم تضعف الحرف الاخير يعني بضعف الام بعدين بضيف الاي ان جي زي ما صار عندي هون بسويمينج. نشوف number 2. Margaret about cells and plants in her biology class. بما انهم بيحكوا عن حصة biology احياء وبيحكوا عن الخلايا والنباتات عندي حصة يا عندي study يا eat يا learn. الفكرة حتكون انه هي Margaret بتتعلم عن الخلايا في حصة الاحياء معناته رح نختار شو learn اللي هي معناها يتعلم. Margaret لانها مفرد لازم احط لها is وبعدين بحط learn وبضيف لها ing. هون ما ضعفت لان الحرف الاخير اصلا من learn هو consonant وقبليه في كمان consonant مش vowel. Sandra with her friends at a fancy restaurant. ساندرا طب ما انه انا عندي restaurant مطعم معناته بده يكون الverb eat يأكل فباخد eat او قبل ما اخد eat بدي اضيف لساندرا is او am او are. هي بنت شي وسنجلر ناون اسم مفرد فراح احط از ساندرا از ايت بضيف لها الاي ان جي. ممكن حدا يحكي لي طب مس هاي ايت بتنتهي بي تي وقبلها فاول حرف علة تمام لكن شو قبلها كمان في كمان فاول اللي هو الاي يعني قبل التي عندك تو فاولز حرفين علة فما بنفعهم اضعف. Number 4. We for our math test on Tuesday. يعني احنا ندرس ما انه عندي تست امتحان يعني احنا بندرس الامتحان الرياضيات اللي هو حيكون on Tuesday يوم الثلاثاء. طيب عندي اول step اني بدي احط مع ال we is ولا am ولا are يا خامس احنا متذكر انه بنحط معاها are فبكتب are بعديها باخد كلمة study وبضيف لها ing فبتصير we are studying يعني هم هلأ عم بدرسوا للامتحان الرياضيات اللي راح يكون ليوم الثلاثاء. Let's move to your workbook page 40 صفحة 40. Fill in the blanks with the correct form of the verb. They are in the field يعني هم هلأ run عم يركضوا في الفيلد في الحقل. ما علي أنا هون بهذا التمرين غير أني أضيف الـ ing. نشوف كلمة run هلأ بنكتبها مع بعض. لاحظوا أنه آخر حرف consonant وقبلها vowel حرف علة بضيف كمان in وبعدين بحط الـ ing. Number 2. She is with her friends وعندي كلمة play. Play معناها يلعب تلعب هي هلأ مع أصدقائها بحط play مثل ما هي وبضيف اخرها ing. We are for the science test next week. عندي study ما علي غير اني اضيف ال ing عشان اخليها progressive مستمر. We are studying. Tom is at the funny cartoon. Laugh يعني بيضحك بيضحك لانه الكرتون ممتع كوميدي بيضحك بكتب laugh. لاحظوا الجي والاتش بلفظها f بعدين بضيف لها الـ ing بتصير laughing. I am a story in my notebook. Write معناها أكتب يعني أنا هلأ عم بكتب قصة في دفتري
بكتب رايت آخرها إي، ما بحط الإي، بحذف الإي وبضيف آي إن جي. خلينا نشوف هذا الإكسرسايز. What are they doing? Look and write sentences. بدك تكتب شو بيعملوا. نشوف الـ number one. هدول الاثنين عم يأكلوا بيتزا. الاثنين شو ضميرهم؟ they. they شو بتاخد يا خامس؟ are. they are، هاي نكتب T capital. they are eating pizza. Look at number two. هاي البنت عم تركب الحصان، تمام؟ فببدأ أنا إنه البنت ضميرها شي، وشي بدو يجي وراها is. شو يعني يقود الحصان؟ ride a horse. طب ride فيها حرف الإي، أحط إي وبعدين ing؟ no. بتحذف الإي وبتحط ing. she is riding a horse. شوف number three. هذا الولد عم بيشاهد التلفاز، شي ولا هي؟ هو هي. هي شو بدو يجي وراها؟ is. شو يعني يشاهد؟ watch، ونضيف آخرها ing. she is watching TV. he is watching TV. هدولا عم يلعبوا. ممكن نحكي they وممكن نحكي we وممكن نخاطبهم ونقولهم you. أنا رح أستخدم هلأ we من باب التنويع. we شو بدو يجي وراها؟ are. we are playing in the يارد مثلا، احنا بنلعب في الساحة، او in the field. خلينا نشوف number four. هذا الولد نائم، ضمير الولد هي، بحط وراها is، بعدين عندي sleep معناها ينام، بضيف اخرها ing، فبتصير he is sleeping.